وإذا خلط بعسل مطبوخ نفع من شقاق الرجلين والمقعدة، وإن أحرق وطلي به ثدي من بها سرطان أو رأها نفع من أسر البول وفتت الحصاة وأخرجها، وإذا طبخت مع الرازيانج والكرفس وإن علقت عين السرطان على من به حمى الغب نفعت من ابتداء السل المتولد عن يبس الصدر والرئة، وإن علقت أرجل السرطانات على شجرة مثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. سنتكلم اليوم عن حيوان بري بحري نهري وهو السرطان، وأبدأ الاقتباس بحول الله. السرطان حيوان لا رأس له، وعيناه على كتفيه، وله 8 أرجل يمشي على أحد جانبيه، وفي كل سنة يسقط جلده 7 مرات، ولوكره بابان أحدهما في الماء والآخر في اليبس، إذا انسلخ جلده يسد الباب الذي في الماء حتى لا يدخل عليه عدو في حال ضعفه، ويترك الباب الذي من ناحية اليبس مفتوحا ليهب الهواء منه عليه لكي يصلب جلده ويعود إلى حاله، فحينئذ يفتح الباب الذي من ناحية الماء ويخرج منه لمعاشه. يقول العشاب والصيدلي ابن بيطار رحمه الله: أما السرطانات النهرية فإن رمادها يجفف، وفي خصوصية جملة جوهرها أنها تنفع نفعا عجيبا من نهشة الكلب الكلب إذا استعمل وحده، وإذا استعمل مع الجنطايا 5 أجزاء، ومن رماد السرطانات 10 أجزاء، وتستعمل هذه السرطانات محرقة. وكان إسخريون المجرب يحرق السرطانات بأن يتخذ قدرا من نحاس أحمر فيضع فيه هذه السرطانات أحياء ويحرقها حتى تصير رمادا فيسهل بذلك سحقها. وكان يحرق السرطانات في الصيف بعد طلوع الشعر العبور، إذا كانت الشمس في الأسد والقمر قد مضت له 18 ليلة، وكان يسقي هذا الدواء من نهشه كلب كلب حتى يمضي له 40 يوما، والشربة منه مقدار ملعقة كبيرة، يذرها على الماء ويسقيها المنهوش، فإن لم يتهيأ له أن يتولى أمره من أول ما نهشه، لكن بعد أيام كان ينثر له من الدواء على الماء مقدار ملعقتين ويسقيه، وكان يضع على موضع النهشة من خارج المرهم المتخذ بالزفت، وهو الذي يقع فيه الجوشير والخل، ومقدار ما يقع فيه من الزيت رطل، ومن الخل قسط بالقسط المنسوب إلى أنطاليا، ويجعل الخل ثقيفا جدا، ومن الجوشير 3 أواق. قال: وإنما ذكرت هذا الدواء لعلمي أنه لم يمت من نهشة الكلب الكلب أحد، واستغل هذا الدواء على هذه الصفة. وقال آخر: إذا أحرقت السرطانات النهرية وأخذ من رمادها 3 مثاقيل مع مثقال ونصف جنطيانا وشرب بشراب 3 أيام نفع منفعة بينة من عضة الكلب الكلب، وإذا خلط بعسل مطبوخ نفع من شقاق الرجلين والمقعدة والشقاق العارض من البرد، وإذا دقت السرطانات نيئة وسحقت وشربت بلبن الأتن نفعت من نهش الهوام والرتيلاء والعقرب، وإذا طبخت وأكلت بمرقها نفعت من به قرحة في رئته ولمن شرب الأرنب البحري، وإذا دقت مع الباذروج وسحقت وقربت من العقرب ماتت، والسرطانات البحرية تفعل مثل ذلك إلا أنها أضعف، وإن شرب منه شيء بشراب أبيض نفع من أسر البول وفتت الحصاة وأخرجها، وإذا طبخت مع الرازيانج والكرفس وصفي الماء وشرب منه مقدار 3 أواق أدر البول والطمث، وإن سحق نيئا وغسل بماء ثم صفي وتغرغر منه بمقدار سركجة نفع من الخوانيق ووجع اللوزتين وسكن الوجع مكانه وحيا، وإن علقت عين السرطان على من به حمى الغب شفاه ذلك، ولحم السرطانات النهرية ومرقها ينفع المسلولين ويزيد في الباه، وخاصة إذا فتق بطنه وغسل برماد وملح وطبخ مع الشعير، وإذا وضع على موضع نهش الحيات والأفاعي نفع، ويحلل الأورام الجاسية
ورماده نافع في أدوية البهق والكلف، وإذا بل بالخل ووضع على عضة الكلب الكلب نفع، وإذا شرب بلبن الأتن نفع من نفث المرة الصفراء من الصدر، وإذا سحقت وطليت على لدغ العقرب نفعت، وإذا طبخت بحشيش الشعير نفعت من ابتداء السل المتولد عن يبس الصدر والرئة، وهو عسر الهضم كثير الغذاء، يصلحه الطبخ بالماش، ويخرج الأزج والشوك ضمادا، ويؤخذ من رماده مع الطين المختوم والصمغ الكثير أو رب السوس فينفع المسلولين مجرب، وإذا طبخ بالشبت وتغرغر به الملسوع أبرأه، وإن علقت أرجل السرطانات على شجرة مثمرة سقطت ثمارها من غير علة، وإن أحرق وطلي به ثدي من بها سرطان أبرأها. أما السرطان البحري فهو حيوان شكله عجيب، كأنه خمس حيات برأس واحد. قال ابن بيطار: ليس يعني به كل سرطان من البحر، بل ضرب منها مخصوص حجري الأعضاء، كلها يجلو آثار القروح من العين، ويحد البصر، ويجلو الأسنان إذا سحق واستنى به، ويدخل في الأكحال محرقا وغير محرق، والمحرق أفضل وأقوى لفعله، وفيه قبض وجلاء، وينشف الرطوبات المنصبة إلى طبقات العين، وتقويته لطبقاتها وعضلاتها، ويقوي أعضاءها ويزيد في جلائها، وإذا أحرق ازداد لطافة وتقوية، ويستعمل في الكحل العزيزي مع التوتياء الهندي، والله أعلم. انتهى الاقتباس.